قدماء لاعبي مولودية وهران، وهذا بحضور والي ولاية وهران مولود شريفي والأسرة الرياضية. وتم تكريم الأسطورة الأخضر باللومي وأيضا عبد الله قشري تصفاوت والقناص علي مصابيح وغيرهم من اللاعبين الذين شرفوا الكرة الجزائرية، وإضافة إلى إهداء عمرة إلى زوجة اللاعب الدولي السابق طاهر بن فرحات. التغطية للزميل ياسين رشي. يوم مميز لأن لاحظتم في هذه القاعة، ونشكر كثيرا جمعية راديوز اللي نظمت هذا اللقاء وهذا الجمع الكريم. كانوا أربع قدماء لاعبين اللي كان لهم شرف، كانوا قادوا فريق مولودية وهران للتتويج بنهائي الجمهورية. الحفلة اليوم اللي قمنا بها، أولا تفكرنا اللاعبين القدامى، كذلك اليوم كذلك كانت فرصة للشباب اللي كان حاضر اليوم هنا باش يعرف ماذا قدم الأخضر باللومي وماذا قدم عبد الحفيظ تصفاوت كأحسن هداف تاريخ المنتخب الوطني، وكذلك الأخضر باللومي كأول إنجاز فردي في كرة القدم الجزائرية سنة 1981، يعني إنجاز فردي الكرة الذهبية. كما ذكرت 22 سنة بالون دور دو فوا سي سي في التراب، وكنت مع فريق معسكر الشامبيون دالجيري وشرفت الوان معسكر، شرفت الوان على مستوى افريقيا. دونك ان شاء الله هذا مساج للشباب، شو لازم يدوروا بالقلب، يعني بالقلب يروحوا بعيد. ليفينمون اليوم سيتي بلوس بور عبد الله قشرة، مي بون حنا اونيتي بريزون لي زونسيان جوار تاع المولدية. اولا نشكروا السيد الوالي على الحضور تاعه والسيد رئيس المجلس الولائي، وخاصة ثاني جمعية الراديوز اللي تقوم بهذه المبادرات كل مرة. نظن اللي كل مرة كان وجود تاعي مع هنا مع الرابع الجمعية قادة سيما يغتني بالفرصة باش يكرمني كأحسن هداف.